42% مساهمة الاقتصاد القائم على الملكية الفكرية في إجمالي الشركات في الاتحاد الأوروبي. العائد 5.7 تريليون يورو. الملكية الفكرية قيمة اقتصادية عالية جدا جدا. الملكية الفكرية يمكن أن تحول كثير من الأفكار والإبداعات إلى دعم الاقتصاد الوطني. الملكية الفكرية هي داعم كبير لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد من أن يكون معتمد على البترول إلى تنويعه إلى مصادر أخرى. ونحن نراهن بشكل كبير جدا في المملكة العربية السعودية على عقول أبنائنا وبناتنا أنه يمكن أن يحدثوا هذا الأثر الكبير من أجل أن إحداث هذه النقلة النوعية في المملكة العربية السعودية من خلال الملكية الفكرية.